مساء الخير نحن ما فينا الا ما نرحب بحضرتك دكتور جعجع راعي الاحتفال وحضرات الساده النواب حضرات الرسميين رفاقنا واهالينا اهلا وسهلا فيكم بعتقد اذا في شخصيه بالتاريخ عم يتنافس مع الدكتور جعجع هي ايوب رح نصير نقول صبرك يا سمير إذا أحب الله امرئ أحبب الناس به هيدي الصفة بتنطبق عليك حكيم والناس مش بس بتحبك بتوثق فيك ومتأملة فيك وعم بتحملك أنت والحزب حمل نحن قدو بس بدنا مساعدة الناس لتكبر المطرقة بإيدنا هيدا أمل الناس فيكم ما بقى حدا عم بيطلب منا أي مخالفة تنتوسط فيها للنظام تنخالف النظام فيها ابدا كل القواتيين ملتزمين وانا بتذكر بهذا الاطار بحرب التحرير وقت اللي حضرتك دعيتنا الساعة 12 اجتماع 2 ونص بعد الظهر نحن قادة المناطق صرنا نقول شوفي شوفي تجي حضرتك بتقول يا شباب أنا مش عتلين همكم عجبها أنا عتلين هم الناس اللي هون لأنه كل ما كبرت الحرب كل ما زادت الفوضى هيدي أخلاقك هيدي تربيتنا يا حضرات المسؤولين على مستوى الدولي أنا بدي اختصر لأنه حضرتك الكلمة الأساس لالك. ما بعرف أنا ليش كل مرة الدولة بتختلف مع أي جهة متعاقدة معها بيطلع الحق على الدولة. بتدفع غرامات، بتدفع مخالفات، من داير عمار للمطار بشركات الاتصالات. يا حضرات المسؤولين الرسميين، أنتم معنا ولا ضدنا؟ أنا شايف أنه ضدنا. لأنه بكل احترام المستشارين اللي عم بتجيبون عم بتجيبون ازلام، وقت اللي بتجيب زلمتك بتجيبه ليزقف لك، مش تجيبه ليستشيرك، مشان هيك نحن عم نوقع بالاخطاء، مشان هيك دكتور جعجع منتبه ونحن ما في عنا ازلام بالقوات، نحن في عنا زلم. دكتور جعجع مش بس حضرتك حكيم، انت الاحكم. لانه وقت اللي بيكون عندنا نايب مثل الاستاذ توني زهره ما فيك تجيب خليفه له الا فادي سعد. رفقاتي القواتيين انا بشرفني ومن حسن حظي اني انا اغلبيه الشباب اللي موجودين هون انا حاربت معهم وحاربت مع اولادهم هلا عم بغنج اولاد اولادهم، هيدي نعمه ما صارت الا لحدا لالي، كتر خير الله. بحب اقول لكم شغله بحب اقول لكم شغله انه ما في رهبنه من دون طاعه اسمعوها منيح ما في رهبنه من دون طاعه ما في قوات من دون التزام ما في قوات من دون التزام نحن من الثلجات للموجات قوات اهلا وسهلا فيكم